مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد، وحنا مع جائحة كورونا وفترة الحجر الصحي. كنعرفوا أن هذه الجائحة فرضت على الجميع أنه يبقوا في المنازل ديالهم، سواء نساء رجال أطفال، يعني مجتمع مختلف الشرائح والفئات، أنها فرضت عليهم الجائحة المكوث في المنازل. هذا البقاء في المنازل خلق بزاف ديال اضطراب في السلوكيات، لا سواء بالنسبة للآباء ولا بالنسبة للأطفال. الأطفال اللي صبح ما كنتكلموش على كل شيء، ولكن كنتكلموا على واحد النسبة لصبح السلوك ديالهم عدواني. اليوم باش نفهموا هذا السلوك وعلاش هذا التغير في السلوكيات، كنتواجدوا عند الدكتوره فاطمه الزهراء مزيود بنيس، اخصائيه في السلوكيات، اللي غتشرح لنا شنو السبب اللي خلى تغير في هذا السلوك، وشنو هي الحلول اللي ممكن ان الاباء يداركوها باش يرجعوا الوليدات ديالهم للسلوك الطبيعي. السلام عليكم، مساء الخير دكتورة. كنظن درت واحد المقدمة خفيفة. اليوم موضوع ديالنا اختارينا الأطفال، عرفنا حتى هما الأطفال، راه قلتيها لي دابا، قلتي ربما أكثر مساكن، برافو عليهم، يعني شابو ليهم، ودالي جلسوا بزاف في الدار، مول في المدرسه، مول فين يخرجوا، مول فين بزاف الحويجات. جات الجائحه فرضت عليه انه يبقى في الدار، ما يخرج، ربما حد الساعه راه مازالين ما خارجينش هما. هاد الفترة لاحظوا الآباء التغير ديال السلوك ديال الوليدات ديالهم، ما عرفوش علاش، هما قالوا ربما هاد المكوث في المنزل اللي هو اللي خلق ليهم هاد الاضطراب، لكن جينا عندكم نتوما كمختصين اللي تعطيونا التحليل على هاد الاضطراب اللي صبح. أولا شكرا على الاستضافة. أول حاجة كيف ما قلت لك قبل، أنا بالنسبة لي الأطفال ديالنا هما كنسميهم هما الابطال ديال هذا الوباء، ابطال. علاش؟ لان هاد الوليدات هادو بحكم انهم صغار، بحكم انهم ما فاهمينش بزاف الحوايج، بحكم انهم ما مؤهلينش، لان حتى ما واجدينش باش انهم يواجهوا بحال هاد الوباء ولا بحال هاد لي بروبليم اللي حنا ككبار، كناس كبار، وما عرفناش كيفاش غادي نتاقلموا وكيفاش غنواجهوا هاد الموضوع، هاد المشكل، هاد الوباء، هاد المرض، لان فيه مرض اولا، فيه خطر، فيه موت، فيه شونجمون، فيه تغيير، تغيير سلوكي، تغيير ان شدينا واحد البيئه. هاد الوليدات ما بين عشيه وضحاها قلنا لهم ما غتبقاوش تمشيو لمدرستكم، قلنا لهم راه غادي نبدل لكم الطريقه باش غتقراو، ومن غدا خصكم تبداو تقراو، قلنا لهم راه خصكم تنجحوا هذا العام، وقلنا لهم هاكو حيدوا مشوش خدموا بواتساب. اللي ما كان مسكين ما عندوش واتساب، والد كاين على حسب الفئات، اللي مشى قلب على تليفون، اللي مشى كذا، هاكو خذوا اورديناتور، خذوا واحد دي اورديناتور باش تخدموا، هاكو ما تبقاوش هضروا مع استاذكم، راه تخدم غير من بوحدك، وخصك دير لراسك واحد الطريقه، واحد لا ديسيبلين، لان كتولي في واحد لا ديسيبلين بيرسونيل، يعني ما عمري ما وجدتك ليها، وما عمري ما خدمتك، ولكن ما بين عشيه وضحاها قلت لك ها شنو خصك دير، ومن بعد كنخلعك وكنقول لك شوف راه الا ما درتيش غتسقط، شوف الا يعني ما درتيش، الا خرجت، الا ما خرجتي برا راه غادي تبرد وغادي تموت، راه الا ما غسلتيش يديك راه كذا كذا. فضوضنا فيهم واحد الرعب بطريقه اللي هي دغيا، ما وجدناهم، ما سمعنا لهم، ما بدينا بشويه بشويه، انا كنهضر ما كنعنبش، لان كاين واحد الوالدين اللي داروا هاد القضيه، ولكن المشكل منين؟ المشكل اولا هاد الوليدات هادو على باز حنا كوالدين حتى حنا ما وجدناش، دونك شكون اللي قررنا؟ شكون اللي وجدنا؟ شكون اللي قال لنا اش غنديروا؟ حتى حنا ما عرفناش. فدرنا عرفتي ديك لاحونا وخلاونا نتلاحوا، كل واحد كيفاش نقولوا يسي دي بغوي توسر، كل واحد دبر راسو براسو. فكاين هاد الوليدات، لان ملي كنقولوا واحد لا بروتيكسيون فيزيك، خاصك تبروتيجي راسك، كتولي واحد لاغريسيفيتي اغريسيون. علاش؟ ولا ومن يوم على يوم على يوم على يوم نفد الصبر، نفد الصبر ديال الام، نفد الصبر ديال الاب، نفد الصبر ديال الولد الكبير، نفد الصبر ديال الولد الصغير. وكنهضر على العائله المغربيه، ماشي كلها عايشه في فيلات، ماشي كاع هاد الوليدات عايشين في سميتو، كل واحد عنده بيتو، كاين بيت واحد مثلا تجمعوا فيه جماعه كامله، نعم، كاين صالون واحد فيه اربعه ولا خمسه خصهم يقراو، كاين ويفي ولا ما عندهمش ويفي، كاين اللي عنده 4G، كاين فوطاب واحد خصو يتنوع عليه، كاين عنده شارجي خصو شارجي، لا عطيني انت لا عطيني انا، كاين اللي عندهم سكانر بير، حتى لي بروفيل الوليدات لي بروفيل لو ريتم، كاين اللي بزربان خصو، اللي هو اصلا نتو حركي خصو يزرب دغيا، يسرب دغيا، يصوب دغيا، كاين اللي خصو يروق، خصو يتبوزا، كاين اللي خصو يتصنط، كاين اللي خصو يشوف، كاين اللي خصو يسمع، كاين اللي خصو هادشي كلشي. وشكون اللي غيجري هادشي كامل؟ الام او الاب.
اون جينيرال ما نقللش من الدور الاب، لان بزاف الاباء اليوم اكتشفوا الدور ديالهم واكتشفوا الدور ديال الام واكتشفوا اشنو هما الحوايج خصهم يديروا. وانا انا فرحانه بزاف لان بزاف الرجال ولاو تيعجنوا، رجال جفوا ما تنقولش واش خصو يدير، ولكن فهم بان الدور ديال الام دور صعيب لان خصها توازن ولا كيقتصم هو والام. كيوت المراه عندها واحد الدور ديال عندها، هي ديما كانت عندها مسؤوليه، هي اللي كتربي انا ولادك. نعم. ولادك اللي خصهم ينجحوا، ولادك اللي خصهم يترباو، ولادك اللي خصهم كذا. دونك كانت عندها واحد المسؤوليه، ولكن الاب اللي هو دابا سورتو هاد لي جون ديال دابا اللي فهم بانه خصو يتقاسم معها المسؤوليه لانها صعيبه. سائلة المراه يمكن كتخدم برا، كاينه المراه اللي كتخدم فيولا عندها لو تيلي طرافاي، دونك ولا عندهم في نفس المحيط. جبناها المدرسه رجعناها للدار، والخدمه جبناها للدار، والمشاكل جبناهم للدار، وجمعنا كل شيء في الدار. فصعيب ان كاع دوك كنسميوهم حنا لي ريفيرونس. اي واحد كان عنده واحد المرجعيه ديالو، كاين الولد اللي كيبغي يضرب ولا يغوت ولا يخرج الطاقه ديالو، كيمشي للتيران، كيمشي يلعب مع الدراري، كيلعب في الزنقه، كيشوف المدرسه. ما عندوش حيدناها ليه، وشنو يدير؟ دونك يرجع معاه هذيك الطاقه، وهذيك الطاقه وسورتو لو بقينا كنكبتوها، لا بعد مني، لا ما تهضرش معايا، لا ترى انا عيانه، انا راه عيان، واش ما شفتوش، انا راه عم بنتي انا. عاد زيد الستريس اللي جالس من الخدمه، اللي ما عنده ما ياكل، اللي ما مقديش، اللي ما خلصش الكرا، اللي كاع دوك المشاكل رجعنا حنا دوك الاولاد خصهم يابسوربيو بحال شي بونجات، وخصهم يابسوربيو لينا لو ماكسيموم ديال الغضب ديالنا. كيولي ولا الاولاد سيكولوج ديالنا حنا، وليتي كتغوت عليه، وليتي خاصو يسنتلك ويسمعك ويحترمك ويسكت. ويمكنش طلبتي منه 100,000 حاجه، طلبتيه انه يجلس في الدار، وطلبتيه انه يقرا، وطلبتي منه انه ينجح، وطلبتيه انه يبقى يتصنت لك، وانه يشوف كن ضاربه مع باه ولا مع امه وما يهضرش، ويضرب مع خواته وسكت. وبزاف فما نقدرش نهضرنا على عدوانيه ديال هاد الاولاد. بالعكس حنا خصنا من الدور ديالنا الكبير اننا نستوعبوهم، اننا نتصنتو لهم، اننا حتى حنا نحاولوا نكريو كما قلت واحد ليسباس اللي انا نخلي مشاكلي ونحاول نتصنت ليه، لانه هو انا مجدالي، انا كبيره، انا عندي نورمالمون خص تكون عندي القابليه باش نستوعب هاد المشاكل ونحاول نريقليها ونطرق المشاكل ديالها. هو راه ماشي مسؤول، راه ماشي هو الاب ولا الام، راه هو غير الطفل. فهاد الوليدات اللي تصنتوا لينا وتبعونا ومشاو معانا وسكتوا، فانا كنصفق عليهم وتنقول راهم ابطال وبقاو فيا. لان دابا واخا كان هاد لو زونينغ واحد وجوج، فواخا كاع الناس راه خرجوا يخدموا، يعني راه انا مثلا دابا اليوم هادي واحد السيمانه ولا جوج خرجت نخدم، هما راه باقيين محبوسين. حبسنا عليهم الجرادي، حبس عليهم تيران الفوت، حبسنا عليهم والديهم، حبسنا عليهم جدودهم، هذيك ميمه وهذاك با سيدي اللي كان كيمشي في الشو شويه ويضحك معاه، حبسنا عليهم لي كوزان لي كوزين، حبسنا عليهم فهمتي دوك خالتي، هذا صاحبي، هذا وجير، حبسنا كلشي. واش حبسنا عليهم اي متنفس؟ فبالتالي وخلعناهم من كلشي، دونك خلينا حبسنا المتنفسات، خلينا لا بور، خلينا الخلعه داكو، وزيدنا كثرنا وما كنتصنتوش ليهم. شنو بغيتي ندير؟ شنو بغيتي يدير هذول؟ دونك خاصك تصنتلو، خاصك تلعب معاه. اي واخا ما عندكش الوقت وما عندكش الخاطر، انا عارفه، انا عارفه الله يحسن العوان، ولكن حتى داك الوليد خاصك تفكر فيه، لان اش غادي يوقع من بعد؟ هذاك الغضب غيكثر الا ما خرجوش فيك، غادي يخرج فيه هو، غادي يولي عنده مشاكل ديال الثقه في الناس، مشاكل ديال لا فالوريزاسيون دو سوا، ما غيبقاش يهضر، غادي يولي عنده واحد الكبت عاطفي. حنا خصنا نقلبوا على التوازن العاطفي، سكون ابل ليكيليبر ايموسيونيل. هذاك ليكيليبر ما خصش داك الخلعه اللي ما حنا سورتو في داك السيمانات الاولين على عقلتي كنا تنقول لهم راه قدو ناش سبيطارات، راه ما عندناش كذا، وهنا راه مات كدو قدر. دونك حتى الاول باقي صغير 6 سنين 8 سنين 10 سنين 12 عام، تتقول له راه عندك راه برا راه كاين الموت. دونك حطيناه في واحد الموقف اللي هو اصلا دابور لا يحسدوا عليه، وما بريباريناهش، وحتى حنا كوالدين ما بريباريناش، غير حنا اللي بينا وبينهم ان حنا والدينا، حنا والديهم وحنا اللي مسؤولين عليهم. فخصك تحط راسك في بلاصه داك الوليد وتحاول تسند ليه، وتحاول تلبي شويه ديال الرغبات ديالو. يمكن ما يمكنش تلبي بزاف الرغبات. فانا عطيتك مثلا اكزومبل، ما عرفتش عندك شي سؤال؟ بغيت غير الا قلت لك دابا كيفاش نداركوا هذه المساله دابا. الو هادشي اللي تنقول باش دارك هذه المساله، اولا هاد الوليدات عطيتهم واحد المتنفس، شنو متنفس؟ حاول تلعب معاه لو جو، اللعب
شي حاجه اللي تيقدر اكسبريمي فيها راسو, كيقدر يقول داكشي اللي بغا, يدير داكشي اللي بغا, اي سيكسبريم اي ساموز. الوليدات خصهم يخرجوا باسكو حنا كبتناهم ياك. دونك اولا التوامر ماشي سهله, بيان سور ماشي سهله, ماشي سهله لا عليهم لا علينا, ولكن هو كثير, هما كنقول لك هما الابطال. انا ديما تنقولها ومزيد مازال نقولها وزدنا مازال غادي يوليو دي كاتاستروف او نيفو سيكولوجيك. انا كنقولها خصو دابا خاص الاولاد يخرجوا يشربوا يمشي حلوا لهم غير الجرده عباد الله, حلوا غير الجرده وديروا لا ديستونس. حنا كنقولوا حتى لا ديستونس ما بقاش تقرب ليا الصوره, عرفتي راه ما عرفتش واش عندكم واحد الوعي اللي شنو هي كتقول الولد ولا بنت ما تبعدش, بعد عليا, بعد على جداتك. حنا انا نعطي اكزومبل, انا مثلا ولادي فاش الوالده ديالي ما قدراتش ما تشوفهمش مورا 3 شهور وقفات بعيد وكتشير لهم وتشيروا لها وكتقول لهم راه صعيب عاطفيا صعيبه, كتقول لهم ما يمكنليش نعنقكم, ما يمكنليش نبوسكم, راه ديجا صعيب الوليدات انهم عايشين مع حنان عاطفيا صعيب واحد هما ايزون بيزوان دو سا محتاجين هادشي. وكتقول لهم ما تلعبش مع لي كوزان ديالك وما تلعبش مع تلقوا لهم غير الجرده. بيان سور نحترموا القوانين ديال لا ديستونس, هاد لا ديستونس هادي راه سوسيال راه مهمه وعافيه غنبقاو نعيشوا بها عام فنبداو نديكونفينيو شويه بشويه. هذا اول حاجه. ثانيا قلت نلعبوا معاهم. ثانيا نتسنطوا لهم, نتسنطوا لهم. المشكل ما كنتسنى, حنا اصلا شعب ما كيتسنطش, كنسمعوا راه سمعتك اش قلتي ولكن ما تسنطش ليك, كتخدم ليا نقول لك وحنا راه ما نسمع كي دايره صافا لاباس لاباس لاباس. وانا راني قلت لك ديك صافا دي قلت لك راه صافا ما تسنتناش منك انا كيسعد الله. دابا انا نسول الناس ودابا شنو كنقول شي واحد صافا واش انت كتجاوبيني كتقولي لي لا راه عندي واحد المشكل 90% الناس عندهم مشاكل وكيفاش نقول لك صافا اش تجاوبيني صافا. علاش؟ حيت انت عارفه كو او نيفو دو لا كولتور ديالنا ما كتسناوش ان لا راه عندي واحد المشكل لا راني جو سي با بيان. قليل اللي كيثق انك راه ايفيكتيفمون سولتي داك السؤال في هذا لو سونس هذا. فانا الوليدات نشدهم ونجلسهم ونهضر معاهم ونشرح لهم, واخا حنا هما دابا تاقلموا تعرفوا بان الوليدات كيتاقلموا اكثر منا, راه تاقلموا احسن منا واكثر منا وغير وحنا خصنا نابسوربيو داك الغضب ديالكم بحال البونجه ونمصوا هذاك الغضب وهذيك لا فرستراسيون, لان هذيك الكبت تي غادي يولد بزاف د الحوايج ماشي هما ما مزيانينش. وخصنا نحاولوا نتقاسموا معاهم حتى المشاكل ديالنا, مثلا انا كذا كذا يقدروا يعاونوك حتى الوليدات راه كيتصنتوا وكيوليو هما كيشاركوك في الحياه. يعني في المشكل اللي غنعيشوا انا بوحدي غنشاركوا بربعه غير يعني من ايزوليهمش من حيدهمش من الخريطه لانهم عايشين ما نقصيهمش. ندير واحد البلاصه فيها نقدروا نلعبوا فيها, ندخلوا معنا الكوزينه اللي غيعجن يصاوب حليوات لا ماشي يخرج عليا غتفسخ ليا الكوزينه كذا ومعليش واحد يوسخ واحد يمسح واحد. شوف خاصنا نلقاو طرق جداد اون توكا انا شي تنقول للوالدين كيف يلقاو طريقه جديده لي يكتشفوا وليداتهم, حيت هذه فرصه ما غتعوضش, لان هذه فرصه باش انت تكتشف ولدك, تكتشفوا كيفاش كيفكر, تكتشفوا شنو عنده شنو مشاكلو الطريقه باش كيقرا. حتى في القرايه كتلقاي وليدات اللي دابا هاد القرايه هادي في الدار والماتو اكثر من برا. علاش؟ هادو اللي كنسمع لهم الاولاد ايبر اكتيف وي لي با كونسونطري مالو كيتكون راه بزاف تلقاكم كونسونطري في الدار. علاش؟ حيت البروفيل دابرونتيساج ديالو هو الطريقه باش باش خصو يتعلم, خصو الوقت, خصو الوقت ديال الاستيعاب, خصو الناس يقولوا ليه شنو يدير, ماشي كيقرا في قسم فيه 30 شي غوت من هنا وشي غوت من هنا وشي يضربوا بالستيلو من هنا. فهذاك الولد عمره ما غيتكونسونطرا في القسم, فوقاش كيتكونسونطرا تيوصل للدار. ولكن ما عنده دوز في نيت سوايع عيان صعيب عليه باش كيمشي عاوتاني يدير دوك لي دوفوار. دونك كتلقى واحد الوليدات اللي لقاو لو ريتم ديالهم ولقاو الطريقه باش يقدر ويقرا مزيان. علاش؟ حيت كيعطي لراسو الوقت الكافي باش يدرس مثلا. دونك نتوما كوالدين, فاحنا كوالدين خاصنا نبروفيتيو من هاد لا سيتوياسيون هادي باش نتعرفوا ونكتشفوا وليداتنا من جديد. واخا وحنا على مشارف يعني كنعرفوا تنزيل تخفيف حاله الطوارئ المغرب منطقه جوج منطقه واحد, الوليدات يعني مازال ان شاء الله غيبداو قريب غيبداو يخرجوا هكا يخرجوا من الوالدين. واش الا بغينا نخرجهم خصنا نهيئوهم كذلك ولا صافي؟ لا ولا بدا اصلا خاص شي كيخصو يدار قبل بيان سور سي تهيئ. اولا كاين واحد القوانين خاصها تكون داخله لهم مرسخه ماشي في الدماغ في الميسك, انك دير لابافيت باش تحمي راسك وتحمي الاخر هذه وحده. ثانيا تخلي داك المترو واخا بغات تلعب مع الكوزان ديالك ولا على صاحبك ولا شي حاجه تخلي واحد المترو. علاش؟ كل ما ربيتيه وكل ما عاودتيها وعاودتيها وعاودتيها كتولي اون ابيتود
بحال الصلاه بحال سميتو فهمتي غنديرها وغنعاود نديرها وغنعاود نديرها اي حاجه كي سو ريبيت كتعاود كتولي ابيتود ولابيتود ما كترسخ كيولي اوتوماتيزم كيولي برمجه كيولي مبرمج انه من يخرج يغسل يدو مبرمج انه من يخرج يدير معنا جيل ايدرو الكوليك مبرمج انه من يخرج مثلا في يمسح البواني ياخذ كلينيكس ويمسح باش ما يقيش علاش لان واحد اخر كيكون داز وما احترمش القانون مبرمج انه لا صيفطيه تسخروا البيسري يعطيه واحد مترو ماشي يمشي يلصق حدا شي واحد اخر ويحاول ما يكون شي واحد اخر ما كيحترمش القانون يرد البال لراسو لان اول حاجه خصك تعلمو رد البال لراسك رد البال لصحتك باش ما تجيبش معاك هذاك المرض لان هذا المرض حنا ما عرفناش واش غيبقى شهر ولا شهرين ولا 15 ولا غير البارح مثلا راه لقاو لاشين اللي كان عندها ما سجلات اوكانكا راه دارت 150 في بلاصه وحده يعني يمكن غلط واحد غير مسؤول يمكن يقيس بزاف ديال الناس فإلا ما ربيت ولدي وانت ربيتي ولدك والاخر ربى ولده على احترام القانون واحترام نفسك كيلك شي اللي تبغي راسك تبغيه الناس الاخرين كيولي كتامن ولدك تاكد انك كتامن ولدك ماشي تقول لا ما كاين كورونا ولا بلاش صافي هادشي فتنا ولا بلاش ما نقولوش لا هادشي علاش نقولو ترابي من الصغر دابا ما عرف والو هيئو وما تلقوش في الزنقه الا قدرتي الله يحسن العوان ما تلقوش بوحدو في الاول باش تراقبو وهادشي اللي كاين وبحكم تخصص ديالك في السلوكيات واش الطفل يعني ملي كنعطيوه هاد الضوابط اللي يمشي عليها واش هو كيستعبها وكيطبقها نيت او لا على حسب الاعمار على حسب ربما المراحل العمريه ديال الطفل من عام 17 عام الى تنتبه في جميع المراحل ديال الطفوله فجميع هو الصغير كيطبق اكثر من الكبير نعم علاش لان الصغير اوتوماتيك اللي محدو تيكبر ما حدو عنده التجربه الخاصه ليكسبيرونس بيرسونيل والتجربه الخاصه ديالو كتعطيه تتخليه انه يكون سلوكيات ديالو انا متفق على هذه انا متفقش على هذه وهذه بلاكس هذا هو تكوين شخصيه كيف دي يكون شخصيته غير انت كام انت كام ولا كاب خصك تبقاي تابعاه في هذا الشيء بحال اي حاجه ماشي غير لي غادي قطع لها الصعوبات كاين في الوليده ديال 13 الوليده ديال 13 عام 14 عام صعيب باش كيشدوا الحاجه في هذا السن بالضبط مازال 4 سنين هكا راه كي هاد لي زادوليسون تهضري على لي زادوليسون تهضري على لادوليسون عند كاين عندك جوج عندك هذاك اللي انت ديجا درتي بديتي معاه واحد العمل من صغرو انه تيثق فيك كام او كاب حيت انت كتسنطيرو كتحترمي له الاراء هو كيحترم اراءه وغادا معاه ياك فاش ما قلتي له دابا غيتناقش معاك انا متفق انا ما متفقش وغادي تقدري عندك القابليه انك تقنعيه ولا انك توريه الطريق الصحيح لان الولد مازال صغير مازال حنا الغول ديالنا كاباء نوريوه الطريق الصحيح اما لهذول كنتي ديجا ليحاه من شحال هذا اصلا ما عندكم حتى شي طريق تواصل بينك وبينه ان حاول ترجعي ديجا الثقه حيت الثقه في التواصل مهم هذا الولد هذا ديال 13 14 عام خصو يثق فيك لافونتاج الحاجه اللي هي ايجابيه ان ماجي كتخبر عليه راه كاينه التلفازه كاينين الناس هو عارف بان كاين حجر صحي وعارف كاين وباء فيمكن لك فعما تقول له دير تقولوش دير خصك تبين بان انت خايف عليه فتقول له انا خايف على الصحه ديالك انا كذا انا خصو يحس بها قبل ما يسمع انا قال لهم كلام القلب يسمعه القلب وكلام اللسان تسمعه الاذن مايمكنش حتى تجي انت تالخر وتبدا تقرا عليه هو كنقول لك ماشي يقولها الدراري تقرا عليه زابورك هكا كيقولوا هذا حد تخربيق حيت حنا بالنسبه له حنا كنخربقوا اما الا كنت انت داير واحد الطريق تواصلي ما بين هاد الوليد هاد لادوليسون اوكي وتيثق فيك وكيخصك الطريقه باش تقول له ما تقولوش دير هادير حيدوها ما نقولوش دير غادي نقول له ها اللي كاين مثلا كاين هذا وانا راه خايفه عليك وانا بغيت نتلقاك لان عارفك خصك تمشي برا فالله يخليك بغيتك دير هاد القضيه باش نكون انا مطمئنه عليك ومطمئنه على صحتك ومطمئنه على عائلتك فملي كتمشي ليه بهذه الطريقه وكتمشي تقيسي ليه حتى داك الجانب العاطفي ديالو كيحس بانك انت غير مخيفه عليه اما لبتي على فلانه غادي يدير داك العنف اللفظي فما عمره ما غادي يمشي معاك الولد وسورتو هاد الولاد يقول اصلا كيتصنتش كاع لا 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 ويديروا لي زيكوتور ويديروا الكاسك وما غيتصنتلكش واخا دكتوره بغيت منك نصيحه اخيره خاصه انا ركزت على الاباء خاصه الاباء حيت اصلا حنا ملي كنخدموا مع الدراري الصغار مع فهمتوا لي جون سورتو لي زادوليسون
ديما المشكل هي من الاب يا من الام، لان خصك تعرفي بان حنا اللي سورتو الام هي الموديل ديال الموديل، يعني داكشي اللي درتي راه كيموديليزيه. ودابا انت كاب تقول له دير لابافيت وانت خارج بلا لابافيت، تقول له خاصك تغسل يديك وانت اصلا ما عندكش حتى الجيل في الدار مثلا، ولا بلاش، ولا قالت لك مرات شي حاجه تقول لها بلاش، ولا دخلتي السلعه وما غسلتيهاش وما نطويتيهاش، راه شي كلش الدراري راه كيلاحظوا. فهو راه ما غايديرش داكشي اللي غتقول، غايدير داكشي اللي غدير. كنت قدوه لوليداتك، وليداتك غيكونوا تما قدوه للمجتمع. واخا شكرا لك دكتوره فاطمة الزهراء مزيود بنيس اخصائيه في السلوكيات على كل هذه النصائح القيمه اللي عطيتنا اليوم بخصوص تغير سلوك الاطفال في فتره الحجر الصحي. نتمنى ان شاء الله نلقاوك فرصه قادمه وفي نصائح اخرى باذن الله تعالى. مشاهدينا شكرا على حسن المتابعه، ما بقى لي ان ندعكم الى اللقاء.